انا مشكلتي حبيبي والله العظيم في الميه وفي العيش وفي العيشه، وعيالي ما رضوش يقعدوا هنا عشان المواصلات، ومأجرين ومتعذبين عيالي وما رضوش يقعدوا معايا. يعني انا لما باعية ما حدش بيجين ولا حد بيخش عليا، وساعه معايا ولا اكشف ما بلقاش حتى حق العلاج ولا حق اي حاجه. وزي ما انت شايفه كده جوزي شغال ارزاقي، واحنا طالبين منكم بس ان تقفوا، يعني ربنا يقف معانا وانتوا بعد ربنا. طب يعني براءة منكم انتوا، يعني محتاجة زي ما انت شايفة كده، يا يصلحوا لنا البلد يا يودونا في أي حتة تانية يا يشوفوا. ولا مستشفى ولا مدرسة ولا 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 أي حاجة هنا ولا جامع. كل حاجة دي المدرسة. طيب وانتوا يعني ما ايه اللي انتوا بتطلبوا بيه، يعني اللي انتوا محتاجينه؟ والله كل حاجة المفروض تبقى شغالة، يعني عيال بتمشي لحد الخريجين على الأدب، بننزل نجيب عيش من تحت، كل حاجة بننزل ناخدها ماشي، وعشان نجيب مثلا توك توك او اي حاجه كل حاجه عايزه فلوس، والراجل في يوم فيه ويوم ما فيش حاجه هنا. عشان العدد بالنسبه ان احنا بقى نروح مثلا ما فيش، بناخدها ماشي، بنضطر نروح رايحين جايين كده، والله بناخدها ماشي. مفيش مواصلات يعني؟ ده ما فيش يعني، لو حتى لو في مواصلات مش فلوس ان احنا نروح ندفع، بتنزل بننزل والله لسه جايين على القدم، هم جايبينها ماشي. ما يقضيهاش مبتدا.com.